هما
كل اللي موجودين هنا في مصر هو الاوبن بتاعتهم والافراد. دول الاوزمولات بتاعتهم بتتراوح بين 370 350 380 اللي هي في نفس الرينج. الكونتراست ميديا هل في فرق ما بين الايزو اوزمولر واللو اوزمولر؟ هي الحاجات كلها ماشيه في فكره ان الايزو اوزمولر الكيرف ماشي ناحيه الايزو اوزمولر، البوينت ماشي ناحيه الايزو اوزمولر في الوقت. طب ايه هي الفوليوم اللي احنا بنستخدمها في الدراسه؟ الدياجنوستيك كاس المفروض ان احنا بنستخدم 100 ميجي، الانترفنشنال كاس بنستخدم 250 300، السبايرال سي تي بنستخدم 100 150. اهميه الموضوع ده ايه؟ اهميه الموضوع ده انا وانا بعمل الفيلر للراديولوجيست او الانترولوجيست مع كاري راديولوجيست يفضل ان انا احسب الحسبه دي، بضرب 5 الباز ويت بتاع العيان على السيرام كرياتين. لو هنفترض ان الباز ويت بتاع العيان 80 والسيرام كرياتين بتاعه 4، 5 في 80 ب 400 على 4 يبقى 100، يبقى انا المفروض ما استخدمش اقول للراديولوجيست بليز دونت سي 100 مللي في البروسيدور اللي انت هتستخدمه. حتى لو صعب بس حاول لان العيان ده هاي سبورت كونتريبيوت للباز. بيبقى ليها اسمين، يا اما ماكسيموم اماونت اوف كونتراست يا اما الماكسيموم ريت اوف كونتراست دوز. بس دوز مش هتكلم عليها كتير، بس هو اهم حاجه نعرف كتير هي هو الانسولين بروستاسايكلين بروستاجلاندين ونيكاسل باس كونستريشن. ولحد فبراير 2015 الاسبوع اللي فات قالوا ان هم دول الثلاثه اهم حاجه الفورميشن اوف اسيد اوف انسولين والرينال شوجر توكسيسيتي واللوكالايز انسولين باس كونستريشن. هي دي المين باس باثولوجي بتاع الكونتراست اليوز للباس. طيب اصل الجينيسيس اللي مين ان انا ابص على الحاجات اللي انا اقدر عليها. يعني الادنسين قالوا ان هو ايه وده في تشيك في تشيك بروسس اللي بتحصل يبقى انا اقدر استخدم الادنسين الادنسين اند ادنسين. الحاجات اللي انا فيها اوزمولار 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 او هايبر اوزمولار او اوزمولار ستريس احلها ان انا احط ايزو اوزمولار اي دي فلوز. الحاجات الاوكسجين سبيشيز اللي هي احطها ساعتها بين 95 كانفرس. تمام؟ اهم ابدا الاول ازاي اعمل ريسك اسسمنت يبقى متقسمه موديفايبل ونون موديفايبل. النون موديفايبل هي فيكس مش هقدر عليها ولا هقدر اعملها حاجه الا العيان نفسه بس بيسموها ريسك علشان دي اللي هنقدر بعد كده عليها كلاسيفاي العيان بتاع هاي ريسك ولا لو ريسك ولا ميديم ريسك ولا سبورت او ايزا. الفولتج بيتكلموا على رقم 75 جين فور. الدايابيتس بيتكلموا على انها يا اما دايابيتس يا اما اكيد هايبر جلايسيميا يورينج هوسبيتال ادمشن يا اما بيتكلموا على كمان الجيرد الجوز كويس. البي اس تي دي المفروض ان هم الرقم اللي بيحطوه كان زمان 1.3 على جي بي ار 60 دلوقتي ابتدوا يعملوا ايه 1.6 او 1.8 على جي بي ار اقل من 45. الادفانس كونجكت فاكتوريا اللو ريجكشن فاكشن والرقم بتاع ريجكشن فاكشن اللي هو الخاص ده 40. او العين بقى في الجين شوك او العين بقى ترانسبلانت. دي كلها حاجات فيكس مش هقدر اغيرها. الحاجات الموديفايد اللي هقدر اغيرها واقدر ازاي ابريفنت الموضوع الفولم بتاع كونتراست ميديا اللي احنا قلنا ازاي نتحكم فيه الفولم بتاع الجوشي الهاي تنشن والرقم اللي هم بيبصوا عليه في الدور بتاع 90 او 80 كمان الانيميا والرقم بتاع الهاندوك اللي هم بيتكلموا عليه اللي هو 39 انا هحاول ان انا ارفع الممكن العام ده وشوف بقى فاهم. دي هايدريشن لو سينا مثلا الايس والدايركتس والمانس رايدر وعين خلاص الايس بالذات عليها كلام تاني انها رقم مثلا بيقول ستوب في كلام جديد موجود في 2015 لا ما يعني مكتوب امر ظبط مفيش في المعنى يعني حاجات 2015 اللي اتكتبت في المانس رايدر في الايس بتقول بالظبط الامر ظبط مفيش في المعنى. الناس بتقول بقى الناس بتقول لا انا سمعت كل الحاجات يبقى لازم بعد كده احط ريسك سكور. ريسك سكور ده بتاع مينيمم هو ده مشهور قوي وسهل ان احنا بنشوف كل ايتم بنحط له الريسبونس بتاعه وبعد ما يكونش حساب ان انت عرفت البالون ولا لا كنت مرتفع ولا لا ايش اكتر من 75 ولا لا دايركت وبجمع الريسبونس. المهم الريسبونس ده هو بيقسمه بعد كده الريسك اللي العيان بيعرف ان الفانكشن بتاعته وريسك ان هو يكسب. احنا بس لو نركز في الريسبونس ده نلاقي ان هي اوحش ريسك خالص هو اكتر من 16 العيان فيه تقريبا 50 60% ان هو يعرف يعمل بس هيقل تاني بعد اسبوع مش هيحتاج ان احنا نكسب 12% بس اللي هيحتاجوا بس يعني مع كل تقريبا 100 عيان 12 هيكسبوا يبقى مفيش داعي ان احنا نبقى عيانين خوفها قوي من وراها خالص نسيتها بتحصل اه بس ممكن انها تنزل تاني. في حاجات تانيه جديده نزلت مثلا ده نزل برضه الاسبوع اللي فات تبع الكارديولوجيست منزلين في الانترناشونال كورنر اوف كارديولوجي عاملين سيما ريسك سكور معتمدين على ثلاث حاجات على ثلاث ارقام بس الارقام بتاعت كيدني فانكشن كرياتين ومختارين رقم 1.5 الرقم الثاني بتاع الريجكشن فراكشن ومختارين رقم 40 الرقم الثالث بتاع الايدج مختارين رقم 75 اي واحد فوقه اي رقم فوق
الارقام دي بياخد ريسك سكور في الاخر يتحدد له ريسك سكور زي اللي فات بالظبط وياخد نسبه الكوارتر في المتوسط والسكور ده دي حاجه جديده اهو. بدون كده معانا حاجه اسمها اساس البرضه ان احنا نعمل كوستشنير للعيان. الكوستشنير ده سهل قوي ومفروض يتقدم للعيان اللي انت في خلال ثلاث اشهر اللي فاتوا خدت ايه؟ خدت عمليات عندك عشان في ريسيرش عملتها قبل كده ولا لا؟ انت ضيعتك ولا لا؟ عندك ضغط ولا لا؟ عندك ضغط بالمليون ولا لا؟ في تريتمنت خدتها قد ايه؟ ايه الادويه وعمل لها نسبه؟ ده احنا ممكن ان احنا نطبقه على عدد المستشفيات اللي احنا نخدمه عرض دي للعيان ده عيان جديد وبيعرف تكتب عرفنا ممكن نطبع السنسس الثلاثه بس ثلاثه مش ليه بس محتاج ان هو يتقدم ويتوزع على العيان ايه اللي هتعمل ثقه وعندها بريزنج رينا ديزيز. نفس الكوستشنير ده برضه في حاجات معموله للدكاتره ان هو الريفيرال بتاع عيان هيكسب هيعمل ثقه وبيدينه عين. العين هيعمل ثقه وبيدينه عين المفروض ان انا وانا ببعت له دكتور الاشعه ابقى نديله الايتمز دي عشان بعد كده عنده هارت فيلر عنده دايليكس عنده كوستشنير يس اور نو يس اور نو. ده كده. طيب الوركينج دي 2013 كان مش عارف مصطفى يوتيني انجن والبطرس يوتيني فوكس واحده من يوتيني انجن المفروض نعمل اللي احنا مصطفى احنا مش هنقدر نعمل مصطفى بس هنقدر نعمل بريفنشن ميجر. هنستوب مبدئيا ايه؟ النون سترويدال انتي انفلاماتوري كاسمين انفلاماتوري لوب ثيرابيس امينو بلاكتوبايس امبوتيرس فانكوميسين كيم سترويدس اي حاجه من الكورس. والميكانيزم بتاع كل واحد يعني ايه؟ كورس مكتوبه بس هو الميت فور مين هو مكتوب عليه كويس هو مش الكورس بس هو واخد ان الميت فور مين لما يتاخد مع العيانين اللي دخلت في الاكيوت كيمي هو هيدخل لاكتيك لاكتيك اسيدوس هتعمل هو اكيوت كيمي فالريكومنديشن ساعتها بنستوب الميت فور مين يوم او يومين قبل ونريس يوم بعد 48 ساعه لما تجاتني مليان متاكد ان هو ما بيعملش ده بالنسبه للميت فور مين. طيب ريس مينيمايزيشن هنعمل ايه؟ في حاجات في الاول تصبر في حاجات ديفنتف يعني ديفنتف خلاص ايه كل الدايت بلان استقرت عليها في حاجات تصبر في حاجات دوت هنتكلم ايه على ديفنتف البوسبل دوت هنقول انكريبتد البوسبل هو الديفنتف هي ريس مينيمايزيشن اللي احنا نستخدم لو فوليوم وقلنا الفوليوم كام اللي احنا نستخدم لو اوزمر او ايز اوزمر واللي احنا نحاول ان احنا نختار اي اشعه دي انها تكون مستخدمه. طيب لو انا قررت ان انا هقدر اعمل الحاجات دي هعتمد على انهي جايدلاينز او هعتمد على انهي كنترولز او الجوريزم بتاع المستشفى او هعمل دلوقتي كريم هل هعتمد على مثلا الجيولوجيست عملوا جايدلاينز نيو كوهيتس نيو كلين هيلث كير عملوا الجوريزم دي هي الاوروبيان سوسايتي اوف يورولوجيست يوروجينيكال راديولوجيست عملوا جايد لاينز الامريكان سوسايتي اوف ارجيولوجي في 2013 عملوا جايد لاينز برضه وفي برضه الاسبوع اللي فات البريتش جورنال اوف ارجيولوجي عملوا برضه حاجات ايفيدنس بيست وجمعوهم وقالوا ان دي ممكن ان احنا نمشي بس لينا ان احنا يعني نيكروجيست يبقى انا اكتر من ايه هعتمد على كيجيبو لانها هي الموست اكسبتد بالنسبه لنا احنا كيجيبو. كيجيبو قالت ايه من تقريبا 10 15 نقطه احنا خلاص خلصنا اول نقطه بتاعت الديفينيشن خلصنا تاني نقطه بتاعت الناس اللي انا حسيت ان هم ريسك هعمل لهم ازاي اسسمنت خلصنا تالت نقطه اللي هي بتاعت ان انا احاول اختار حاجه ثانيه غير الاشعه دي اختار اخلي الدكتوره تخش في اي حاجه تقدر تطلع عليها وقلنا ان احنا استقررنا نستخدم اللي هو اوسبول دوز وقلنا الراديولوجيست استخدم لنا 100 او 120 او 130 ماكسيموم ما نستخدمش اكتر من كده. وبعد كده اتكلموا على الحاجات البريفنت اهم حاجه فيها هي الهايدريشن اللي لازم نفتحها ان احنا بندايلوت الكونتراست ميديوم وبنكريس الكونتراست بارك وبنكريس البرودكشن اوف الكونتراست سايكل ده لما هنتكلم على السرايا لو هنتكلم على الرايبار هيزيد حاجتين هيزيد الانكريس في اتش اوف الرايون وسبريس البرودكشن بتاع الفري رايبرز هنعرف ازاي ان احنا وصلنا للرقم بتاع في اتش اوف الرايون في حاجه مكتوبه في السايد بارز اي سنس الكونتراست ميديوم بسنوكوسي سيجنفيكتلي لور لو كان البي اتش بتاع الرايون اكتر من 6 يعني انا اعمل العيان ده في اتش في اليوم لو لقيته اكتر من 6 يبقى انا نجحت ان انا اعمل الكولونايزيشن فبالتالي الكوستس دي في فرنسا الفول اكستنشن يعني ايه تاني؟ بس بريس ريزن اند كانسر بس بريس اي دي اتش الجدوكي كانوا عليهم ايه في الهايدريشن قالوا بالظبط كده وريكومند الاي دي فول اكستنشن وسايزر از كومنت صوديوم باي بار او صوديوم باي كربونيت رازر سام ان احنا نستخدم اورا قالوا ريكومند نوت يوزنج اورا فيلز الون ان بيشنت بيست مش لكن الجريد بتاعها واحد سي طب هما مش مقتنعين بالاورا مع ذلك من شهر ونص نزل دي قالوا ان الاورا فاديشن كونفرنس قالوا سيستمك ريفيو ميتا اناليسيس مايك كنترول سترايك قالوا لا نرجع تاني للاورا فاديشن وان هو دازنت شو سوبريورتي ده نستخدم نورمال سرايك عن الاورا فاديشن بالتالي الحته دي بالذات
ساوند فايبريشن بتاعت السيتا سالي ما تبدلوش عشان بس في الليتيف بيكون الجي فارتا اكتر من سالي قلنا لازم في السي تي ماشي في البورد فيعني حته هي ما تغرسها في مارك الكونتاكت فهيستخدم صوديوم بايكارب ولا يستخدم صوديوم كلورايد الرانجمايز كنترول سترايز قال ايه؟ قال ان النص من النورمال سلايم سوبيريور ذان الايزوبارك صوديوم بايكربونيت فور بريفنشن اوف انجوريز. وطلع كمان لسه برضه في الاسبوع اللي فات في 2015 في الراي راحوا مطلعين دي الصوديوم بايكربونيت انفيوجن فور اكيوت كيني انجري. لا هو مش سوبيريور مش السلايم سوبيريور عليه خلاص، لا ده كمان ممكن يعمل هارم. الهارم عن طريق ايه؟ عن طريق الكالوزس، عن طريق الهيبوكسيمين، عن طريق الحاجات البيجمنت نفروسي. يعني في احنا عملنا رؤيه لما قلنا الدراعه المصريه دازنت ريكومند باي كارب بالظبط، واللي هو لا ساعتها قلنا الكلام ده ليه على سرعه جدا، احنا قلنا باي كارب لازم او سبونس عشان احول الباي كارب حصل باي كارب يبقى معناها اجيب 150 من الباي كارب 150 جلوكوز او ديستل ووتر هعمل فين الكلام ده عندنا في مصر هنا. بقول لك الكلام ده ما يناسبناش خالص، لكن سيب لها روم ريكومنديشن العيان لو لازق لو يخش يعمل انرجي تكنولوجي انشن يبقى ده الروم بتاع البايكارب، لان الدخول بتاع البايكارب ساعه انشن ساعه اربعه فده انا ساعه ويخش يعمل فهي الشيء الوحيد اللي من وجهه نظر الجماعه المصريه. طيب الهايدريشن بروتوكول ازاي؟ بالنسبه للسلايم بنستخدم مصري بي في جي في الاول 10 ساعات و 10 ساعات بعد، لو عندي لسه فرق في الريجيشن بتاعه اقل من 40 بنستخدم 0.5 مللي بي في جي 12 ساعه و 12 ساعه بعد، لو انا هستخدم ايمرجنسي داخل حاله لا ادي 500 مللي. بالنسبه للباي كارب بيستخدم ازاي؟ كان احسن احنا نحوله على سبان اللي انا بعملها ازاي؟ بجيب 150 باي كارب على 150 جلوكوز او 200 باي كارب على 1000 على لتر جلوكوز وحاول بعد كده هيتحول للفلوراكتي بتاعه هيتحول يبقى الميلي كوجنت بتاعه ايزوبارنس. لو عندها ليميت معلش الكلام ده على الجلوكوز واعمله على السبايد. ده اللوزيك بتاع السلايم والجسم بتاع الباي كارب. طيب كان في كلام نازل بقى كمان على الفلوزيمايد ده برضه 2015 لسه من اقل العام ما كانش شغال كويس. اعمل ايه؟ هل احط لازكس ولا ما احطش لازكس مع الهايدريشن؟ احط هايدريشن كويس قوي واحط مع لازكس عشان امشي الجول. اعمل ايه الكلام ده ولا ما اعملوش؟ قالوا كونكلوجن دي كانت برضه ميتا اناليز لما كنترول سترايز قالوا كونكلوجن الكوزمايك تريتمنت هاف نو اديشنال انفلونس على السلايم هايدريشن في الانسلانس بتاع الكورونا الكتر في الانسلانس. انا معلش الكلام ده. طيب ايه الاسفايت ستيم؟ هو عباره عن ايه؟ اوفن كده من السمر اند ستريس جازو لاريدو ميستو ايه؟ هو رخيص قوي سهل قوي في الاستخدام ليه في طب الكلام اللي عليه ايه؟ الكلام اللي عليه ان هو دوس بارت ستيب انسر في ناس بتقول 600 بي اي دي 4 اضعاف، في ناس بتقول لا 1200 بي اي دي 4 اضعاف، الاكزاست ميكانيزم مش نوم. مشكلته ان هو بيعمل كرياتينوريا في التاني، ممكن ينزل كرياتين بس الجي اف ار بتاعي ما اتحسنش. طب الدوبي كان رايها ايه في الموضوع ده؟ قالوا وي سجست يوزنج اورال ام اف ار سيستم توجذر وذ الهايدريشن. على الرغم من ان في حاجات جواك سعيد بس هو لو بوست ايزي على ميس عشان ليه انت سعيد كده فمش هنخسر حاجه لما تتحسن. بس خلي بالك 2 دي النوزي بتاعه ازاي؟ 600 1200 4 اضعاف 2 اكل 2 بس والامرجنسي بناخد جرعه 3 جرعات بعد. طيب حاجات بقى اللي هي بسيطه يعني هم دول النيل لاينز. حاجات ثانيه مثلا السايكلين قالوا عليه ايه؟ ادينوزين انتاجونست والادينوزين قلنا ايه اللي هي في الموضوع بتاع كثره الميوز نيكروسي. في دوبي قال لك وي سجست نوت يوزنج سايكلين. الاستاتنس البنفيشال افكت بتاعتها انها بتصير فانكشن ونايتروسايت بس مفيش ايفيدنس. بس لقيت حاجه برضه كبيره في 2015 قالت ان لا الهاي دوز ستاتن فيرسز اللو دوز اوف الاطباء ستاتن بيبقى ليها احسن. الهاي دوز اللي هي كانت هي 80 لودوس او في احد اسمها لودوس شورت انترفل او لودوس لوك انترفل. لودوس لوك انترفل اللي هي اتوقع ساعتها 10 مللي جرام 5 دقيقة. الهاي دوس اللي هي بتبقى 80 مللي جرام. الاسكوربيك اسيد الفيتامين سي برضه اوكسيدنت ستريس بيتاخد 3 جرام فوق بس ما فيش ايفيدنس عليها. الدوبامين كل الدوبامين اللي احنا بنقول عليه في الاكسلاتيف دوبامين انتاجونس اللي بيجي قال عليه وي كوماندز نوت يوزنج بريدنانت بريدنانت فانكس انيوز وجاي تحت كان كوانتم. طيب المشكله بقى اللي هي بتعمل حكم ايه؟ نسل ولا ما نسلش؟ الهيمو دايسيس فور بريفنشن اوف كونتراست انديوز نيوتروكس هي فيو ستادز والريزلت مش سهله ان احنا نعمل منها كونفير ديفرنت ريزلت سلكشن. ده فرق ايه؟ ده فرق انهي نوع من السلطه ده عمل ايه؟ ده فرق قد ايه؟
ايه الاكستراكوربوريال تريتمنت بتاعت الموبايلسز ولا الموبايلسيشن ولا الكلام اكتر على فين الفلتريشن ديفرنس في الدوز. دخلت 50 سم دخلت 100 سم دخلت 150 سم فمفيش ستادس والتايم اتلغت عليها قد ايه ولا نزل قبليها ولا نزل روتين ست ساعات من السبعه ولا سبعه تعمل الفكره دي 20 مينتس. فدي برضه معملش عليها ستادس دي بتوضح ريكومنديشن بتاعتها وي سبجكت نوت يوز الموبايلسز او الموبايلسيشن فور كونت اكيوزا ان ريموفال الكونتراست يعني عن طريق كونتراست ديو ديفرنس دي كان الجريد بتاعها مسلم زي ما مش عارف ايه ولا ما يحصلش. طيب الناس اللي عليها هيمو دايسيس وهياخد سمكه لاي سبب يغسل ولا ما يغسلش يظبطها له ازاي؟ لا هي قالوا ان هو كان حاجات ريزوليوشن حاجه تانية عشان الشفت الكونتراست من فروم انترا سيلر لاكسترا سيلر فممكن يحصل ريزوليوشن هايبر تانية نفس الكلام مع البوتاسيوم ممكن يحصل هايبر تانية نفس الكلام من الجول ممكن يحصل منه اكيوت ترمري. طيب ساعتها هنعمل ايه؟ ان الادمنستريشن والكونتراست ميديشن الكاتب في السبسيكوال دي اللي هو لو اشتغلت ثلاث خميس مثلا العيان على الدراي بتاعه كويس واحاول ان انا استخدم اقل كميه من السبعه هي اقل من 150 واحاول ان انا لو هعمل له حاجه ثانيه يعني مناطق مثلا الكوره اللي انا شفتها طلع فيها حاجه وهيحتاج يدخل يعمل حاجه ثانيه هيحتاج فيها سبعه ابعدهم عن بعض شويه ما يبقوش جنب بعض. بالنسبه للموضوع كان بيتكلم عليه دكتور حسين هو ده القصه دي كانت جون 2012 قبل الكونتينوس ميكروجي اديوكيشن كورس لما اتعمل الكونتينوس ميكروجي اديوكيشن كورس بدات في 9/2012 دي كانت يعتبر الميتنج ده كان هو كان على ضيق شويه ناس قليله خالص بس هي الفكره ان هو كان بالظبط الجمعيه طلعت منه ريكومنديشن اللي هي كان دكتور حسين قالها دلوقتي وكنا المفروض ان الكلام ده هيتفعل بس يبقى كلنا قاعدين في القاعه ماشيين بنفس الكلام اللي احنا كنا تبع يعني مصر ماشي مش هنستخدم عشان في الكارش طب نظام اسلاين جديد كذا كذا ونطلع ريكومنديشن والكومنديشن دي مش يعني ممكن تبقى ابديت كمان شويه لو في كلام جديد ظهر المفروض ان احنا كنا موجوده يعني الكلام ده موجود على الاخر دي اكاديمي الاسلاين موجوده على اليوتيوب دلوقتي. طيب اتكلمت كلام كتير قوي لو انا هقول الكونتراست بيجي من فرنسي سلايد واحده بس دي جايه من عندي مش عارف الصوت بتاعها ايه بس هي مقسمه الموضوع ل 10 اسطر دول ما نقصيش كل السلايدز اللي كده. لو احنا هنتكلم بيها بطريقه الدروس هي حاجتين قبل وحاجتين بعد وحاجتين بريفنت. الحاجتين القبل اللي هم ايه؟ اول حاجه اللي احنا اتفقنا عليها هنعمل ريسك سكور. هنعمل ريسك سكور نقول للعيان حضرتك معرض ان انت تجيلك وظايف كده تترفع ممكن توصل لارقام وغالبا بتنزل في ثلاث اسبوع ومعرض انها ما تنزلش ونسبه ان انت تحتاج غسيل كامل هي كارثه. انا كده دي الحاجه اللي عملتها للعيان قبل الكونفرنس. الحاجه الثانيه ان انا احاول اتكلم مع دكتور الاشعه او دكتور البرايمري حاجز الحاجه اقول لحضرتك هتعمل كذا علشان مثلا تلاقي كذا هل مفيش اي مدرس تاني هل ما ينفعش اعمل سلم هل ما ينفعش اعمل اوستريس هل ما ينفعش اعمل اي حاجه تاني يبقى دول الحاجتين اللي قبل. الحاجتين اللي بعد برضه هم سهلين اول حاجه دي فانكشن طبعا هتعملها هحاول ان انا لو العيان قاعد في المستشفى هيبقى ليه لو العيان ماشي يبقى اعملها كمان ثلاث ايام او كمان خمس ايام. ثاني حاجه زي ما الدكتور مايك قال كده اليورين اوتبوت هو الموضوع بتاعتي انا لازم اهتم باليورين اوتبوت. احنا الرقم اللي احنا عايزينه كام؟ 100 150 بالاول في الفتره اللي هو قاعدها في المستشفى حسب 200 جول قد ايه. طيب وابني كدكتور ايه بقى؟ اللي هي الحاجات السته اللي في النص. اول حاجه هحسب الكونتراست ماكسيمم اماونت اوف كيكي كونتراست واقول لدكتور الاشعه لا ما تعديش الرقم ده. ثاني حاجه هحسب العيان ما يصومش في اليوم اللي قبل العمليه. على الاقل مش اليوم لان الدكاتره بتقول صوم لا ممكن يصوم على الاقل بس ما يصومش على المعده. بحيث مع الهايدريشن اللي انا عامله مش هيكسر حاجه لو شلت ثلاث اربع كوبايات ميه ومش هبوظ له العمليه. تاني حاجة اللي أنا تالت حاجة اللي أنا وقت نايس سترويدز سواء في الإيه سواء في أو أي حاجة من الفلوس الإنزيمات اللي أنا تاني حاجة في النظرية اللي قالوا عليها الناس اللي هي عبارة عن شرايين تاني حتى لو هما بيقولوا إن الإيس كويس بس ما هو ما نضمنش فعبارة عن الشر وتاني. ف بعد كده الهايدريشن نحط المكتوب عليه واللي عليه دلوقتي خلاص كل الكلام 0.9 سلايد 12 ساعة 12 ساعة بعد بريك 1 مللي. لو انا داخل ايمرجنسي زي ما الدكتور حسين قال خد لي باي بارت في الايمرجنسي بس نسبه ان هو بيصدر انا وقت ساعه وبعد كده ست ساعات خد لي باي بارت في الايمرجنسي. هنا اسكار سيستم حتى لو معهوش كلام بس في فيديو تكلمه وفي نفس الوقت مش هيخسر في نفس الوقت رخيص في نفس الوقت سهل طعم وحش شويه بيحطوه على رز بتحط ان اسكار سيستم 600 او 1200 عليها كده 12 ساعه و12 ساعه بعده فالمونيتور رينج مينيمم كده انا خلاص بقينا اسهل مكتوب على الكولا احنا بنحط هنا على ميه بس الارتكل زي ما قلنا بيقول بوت الكولا تو بريفنت التستك يعني مكتوبه كده في احنا هنا على ميه عادي واقع وكده ثاني كده خلصت.
Thank you very much, Shokan. Okay. Any questions? I mean, one of the it's a common problem, radiocontrast nephro toxicity, but it's usually reversible within 17. So it's not a major clinical problem, but in high-risk patients, it can be associated with increased morbidity and mortality. So I think that's why people are paying so much attention. واعتقد في الكارديولوجي الدوز ما هياش كنترول يعني دي تراي ذا رادر دوز ذا رادر عشان دي تراي تو اوبن سينوزس اند هي مات بي يعني هاي ريسك مقبول السكتر لانها بتكون دايما الحاله بتقول ان هو بيجيب ليزر سيرابيات دي بوز اوف يعني ممكن تكون بايظ يعني حالات ورك كيس اكثر لان احنا We are some on the حالات اللي هي very difficult. And the cardiologists and the intervention cardiologists give more than 150. Yeah, the they keep injecting so 200, 300, 400. Yeah. الموضوع مهم قوي من برضه عرضه من الطريقه الاولى وبعد كده تاني خلاص. بس الواحد او انا بس عايزين نتفق عليه احنا بنختلف في حاجات كتير قوي. اختلف وفي حاجات مش هتحصل وممكن بعد فتره معينه نبدا نتاكد ان احنا في هايدريشن هنختلف بقى اول اي في يعني ايه؟ اوكي في حاجات فعلا حصلت تختلف صوديوم بالكارب ولا صوديوم ولا نورمال سلاين انما اعتقد ان الهيدريشن اوبسيوم كان في فتره وزي ما انت قلت ان اصلا ستين اذا كان ما فيش منه ضرر في حاجات هنختلف عليها وهو موضوع مهم موضوع مهم قوي اعتقد لو جه وصلت للدكتور علاء انه كان المفروض الهيدريشن ده يتفق النقطة الثانية في برضه في ريفيو ناس بتمارس بس نقطة إن اللو عايز اللو أوسمولر هو يعتبر هايبر أوسمولر بالنسبة للتام يعني هو مفهوم لو أوسمولر إنما الأوسمولاريتي بتاعته 500 3 4 800 فده يعني بالنسبة للبلازما لا الهايبر اكتر من 1000 ونص اللي موجوده هنا دلوقتي الالترا بيزك والاومي باك واحده منهم 850 واحده منهم 870 والايسو 300 والايسو 290 في نقطه بس اضيف على ريفيو لحضرتك قلت لا هو ما شاء الله جاب كويس عظيم 2015 في ريفيو اكتر نازل في الكرنت وبينيو في الاوبن على الاكتنشن بعد المارس اللي جاي ونزل اونلاين يعني فلطيف جدا انه في الريفيو فكرنا بحاجه ما كنتش حاططها في البرزنتيشن كتير اللي هو ما اعرفش ما زال برضه الكلام اللي هي ريموت اسكيميا ريكونديشن يعني دي تجربه حتى اللي عملها في الفيران والكلام ده انا عاوز احمل كدني واقوم اعمل على اللور لمب بانج فبعمل اسكيميا لور لمب اسكيميا اللي في اللور لمب دي هتبقى ديستال فبيعملوها ازاي في الكونتراست بيجيبوا الارم وعملوها في الاثنين تو ترايد ناشونال راندومايز ستادز في 2013 طب هيعمل ازاي الكلام ده؟ قال لك ان الجروب الاكتف هتبقى هي الاكتف يعني يجيب جهاز ضغط يقطع ضغط ويرفع فوق السيستول 50 ملي متر لمده 5 دقائق يفك ويعمل يفك ويعمل فبيعمل اندكشن سكيميا في الابر ليم والجروب الثاني يسميها شام فانا حتى يعني قلت شام ازاي في بني ادمين فلقيته بيعملها ازاي؟ بيرفع بيحط كفر وعاوز يضحك على العيان تحس بقى ايه؟ موحد عشان بلاسيكو يتفهم فبيحط جهاز الضغط ويرفع الدايستول ده يرفع الدايستول بحيث يبقى يعمل سكيم ولقى ان الانسنس في الكراس نيتروباسي بعد القصص الكارديولوجي ديت ده مثلا 12% هنا او 5% والطريقه الثانيه بيعملوا بقى القصه ديت وهو بيعمل البالونه يعمل انفليشن بحيث هو يعمل اكلوجن بس 30 ثانيه او فوق او والشام بس يرفع كل حاجه بسيطه وما يقفلهاش تاني وما اعرفش السينيا الريموت او اللي هو الريكونديشن او ديستال ده موضوع بعد كده
في مقالة برضه لسه طالعة بتقول إن ملوش إفاك يوم على الأكيوت كيدني إنج. لسه طالعة الأسبوع اللي فات. الغريبة أنا قلت للناس عندنا الشباب اللي بيشتغلوا في الفران إحنا بدل ما نعمل الإسكيميا لواحد من اللي هو غريب اعملوا له 2 كيلو شوفوا اللي عايز. مان احنا بندي نورمال سيلاين وبندي ان اسيتايل 600 ملغ كويس people have compared normal saline with half normal saline and it seems as if normal saline may be better than half normal so if you say that normal is better than half normal يبقى كمية الملح الصوديوم مهم فبالتالي الاورال هايدريشن just with water may not be as effective لانها water and not so you rehydrate but you not resaline هذه الصوره اللي اسمها هايدريشن لو انا اجيب يورين بطريقه في السولوشن وده هيوش اوت في معلومة تحت برضه عاوز اقولها بعد ما نعمل كونتراس ما نعملش يورين اناليس نقعد يومين ما نعملش يورين اناليس عشان ربما تعمل يورين اناليس بعد ما نتحرك نلاقي البروتيولي بوكس مكانه موضوع جميل جدا شوفي اخر حاجة عاوز اقولها دكتور صدام عشان بس الموف My MD thesis was on contrast research in MD. Very big implementation of most of the topics and points. Just to report على Poseidon trial, the recently reported trial academic في الأرى editor. ودي حلت مشاكل في hydration لأنه ما فيش evidence على what is the rate of hydration and what is the amount of fluid that you should get. واللي عملوه في البوسايدون ترايل ان هم كانوا بيماتش الهايدريشن مش على الويت وانما كان انترا بروسيجر بيقيسوا ديبث الفكر ان دايستوليك بريشر وقسموا البيشنت ثلاث مجموعات اقل من 5 من 5 ل 10 اكثر من 10 وما كانوش بيدوا من الاكثر من 10 وبعد كده كانوا بيدوا كميات اكثر من اقل من 5 وكميات اقل من 5 ل 10 والاوتكمز بتدوب فيري فيري ماتش واتعملت على عدد كبير من العيانين وكانت ماس كنترول دايت فيرسس الروتين هايدريشن اللي اتعملت فيه بوست زيرو ف there is now space انك انت خصوصا انه احنا عندنا very huge problem in nephrology which is how to judge the clinical status of the patient we do not know yet how to judge some patients هو اوبوليميك او هايبربوليميك and this is a huge problem في dialysis patients particularly في الاي اي That's why if you need to use this procedure, واحنا سألنا كالدور يسألوا it's a very simple procedure. أنا بعمل الكرونيك أنجيو I can easily measure the left ventricular in diastolic pressure. When guide intra procedure الهايدريشن هيبقى عامل ازاي. Poseidon trial is a very important trial that has been recently reported. النقطة الثانية هي بس اقترحوا قد إيه بقى؟ أنت قلت كذا هم لقوا إن المجموعة الأقل من خمسة كانت بتاكل لحد 3.5 لتر في البروسيجر. لحد 3.5 لتر في البروسيجر والمجموعة اللي من 5 ل 10 احتاجت من لتر ونص للبيت. فكلوكس انه الاماونت اوف هيدريشن اللي نيدد هاير ذان وي جيف ناو. و ذيس بايد وات ريبورتد ذيس لاست يير. النقطة الثانية هي الاسم دي هل الاكيوت كيدني انجري از ديزيز ريلي ولا لا؟ لأنه في كلام بوتاسيوم رايز اوف كريات انه الايشو انه مع الانترا ارتيريال انجكشن في possibility that as you stated in لكن كمان في concentration أعلى بيوصل لو تدي انتر ارتيريال ده بيوصل دايركت للرينال ارتري. That's why it's now why we believe ان هو فعلا clinical entity له هارت او جنب موجود. النقطة الأخيرة الديبيت بين الصوديوم كلورايد والصوديوم بايكارب. There is no solid evidence to suggest Well, there is increasing reports in that sodium chloride is not physiological as we used to think. When chloride dependent choice, generally speaking, of its own can cause acute kidney injury. And hyperchloremia الموجودة في ال 145 دول. 145 sodium chloride is 145 sodium, that's 145 chloride. Our normal chloride is 95. So that you are loading patients with chloride, they go to hyperchloremia and then develop vasoconstriction and acute kidney injury. من النورمال سلايد. So that there is a trend now in the next step in balance solution. So that one day we
we make credit trial even تلاقي ان الترايلز بقى بين البلد سوليوشن جنرالي ما بتعملش هارم ما بتعملش اكيد كيد انجري وبين اي ارم تاني. لكن اتس فيري ديبيتبل لحد شهرين لحد كنت شغال كانت الصوديوم كلورايد الصوديوم بايكارب له هاير بنفيت لحد شهر بتقول امبارح الصوديوم كلورايد جدر. That's why the more has to change the guidance to the type of fluid, the rate of hydration, and how to judge the patient. But in radio contrast material, half normal saline is not better than normal saline. Yes, and this is another theory. So it depends on the amount of sodium delivered to the proximate viewer, and that's the issue. And that's why the European extract guidelines doesn't recommend only oral hydration. It says take it with salt. Yeah, that's why I said just giving water will not protect and will not stimulate or inhibit the juxtaglomerular apparatus and cumuloglomerular feedback and vasodilate. Yes, yes, but يعني استأذنكم الأسئلة الجميلة اللي عندكم دكتور كريم ممكن تلاقيها بعد ال بعد إن شاء الله بعد اليوم البلايستيشن. عندنا يعني سلايد البلايستيشن جاي الموضوع طبعا فيري امبورتنت برضه هي سكواد تجديد بعد البلايستيشن. طيب الموضوع الفريشر الانتيكي كله ده.